طيب كلامي على الماتش التاني بقى، انجولا محتاج نتيجه 1-0، نتيجه صعبه ونتيجه ما تطمنكش يعني، وانت مدير فني صحيح، انت عارف الماتش ده لو ما كنتش كسبت طبعا انت ايه، شكرا طبعا مع السلامه. طب لا، وكانت انا يعني كنت مستني الماتشتات يعني يعني شايف ايه، كنت شايف ايه طيب يعني اللي كده؟ هو تكتمل بقى منظومه المنتخبات الفاشله، وكل المنتخبات طلعت وعمرها ما حصلت في التاريخ اللي كل منتخب انت شايف السيناريو والأس... كل ده كان من تاني ماتش، وانا بعد ماتش انجولا كان ضغوط جامده جدا، يمكن زائد النتيجه اللي حضرتك بتتكلم عليها يا كابتن حازم، 1-0 مش نتيجه سيئه يعني، لكن احمد رمضان يجيب الهدف الاول، يمكن الاول، لا كان الاول كريم نيدفيد بعد كده بيكهام احمد رمضان الجون الثاني، وبعد كده فتوح الجون الثالث، فتوح ده لعيب نادي الزمالك باك شمال على فكره، وبعد كده احمد ياسر ريان الجون الرابع. احمد ياسر ريان ابن كابتننا الكبير طبعا، كابتن ياسر ريان طبعا. ده بيكهام، لا ده الجون الاول، ده الجون الاول. مين اللي رقص؟ انا معتمد كده حمدي، احمد حمدي، احمد حمدي ده الجون الثاني، ده الجون الثاني. كريم نيدفيد بتعملها ثرو هترجع لرمضان واخد قرار الشوط. طبعا احنا اشتغلنا على الكلام ده يا كابتن حازم، اللي احنا مش لازم نوصل بالكوره لحد الجون، لازم ننهي الهجمه بتاعتنا من الثلث اول الثلث الاخير، فالحمد لله كنا بعد الجون ده ارتحت بقى معتمد ولا لسه كنت قلقان؟ 2-0 لحد 2-0 وانا كنت قلقان شويه، لان الجماهير برده كان عندها امل والله. بعد الجون الثالث الفتوح، الفتوح دوت اعتقد ان المباراه خلصت يعني، حلو قوي تسديده قويه يعني. الجون الرابع كمان يا كابتن نفس الوحده التكتيك اللي احنا كنا شغالينه، الحمد لله يعني ربنا كرم وطبقوه يمكن من قبل كده شويه، الحمد لله الشغل اللي احنا شغالين، بس طبعا انا شايف اللي هو اتنفس برده عشان مفيش ضغوط خلاص الكلام دوت يعني، لا بيمتع نفسه مركز مركز الكلام دوت، لكن طبعا انت عارف في السن دوت لو ادى 60 70% من اللي انت طالبه منه فده انجاز يعني، انجاز طبعا. لكن بالنسبه لاسبوعين يا كابتن حازم، من اللي هو من ماتش انجولا اللي هنا للانجولا اللي هناك، فتره صعبه جدا. طبعا مش مبين للولاد حاجه خالص، اللي انا من هنا قلت لهم يا جماعه اللي مش رايح معايا عشان يكسب يرفع ايده يقول له انا كابتن انا مش موجود معاك. فالحمد لله كانت حتى اللعيبه يعني لما يبقى في مثلا واحد معاهم الجهاز يشوف ايه رد فعلهم، يعني اقول له مثلا اقعد مع اللعيبه شوف ايه الاخبار، محبطين ولا بيتكلموا في لكن كل ما حد يقعد مع الولاد اللعيبه عندها حافز كبير يعني، ما تقلقوش بمعنى اصح، ان شاء الله اروح نكسب هناك، وده كانت حاجه مطمناني. لكن كنت قلقان جدا من الحكم، كنت قلقان من الجماهير، من الملعب. يمكن انا رحت الملعب دوت مع نادي الزمالك مع هنري نشيل من 11 سنه، نفس الملعب ده. ملعب ايه، انجولا؟ لعبنا فيه ده، مترو اتلتيكو ده، بس كان جيل صناعي، جيل طبيعي، كان جيل طبيعي، ما هو ده جيل طبيعي، جيل طبيعي برضه. سوشو حلو دايما على فكره، يعني اللي هو الحته في حته شعبيه ده، فاكر اللي كان ايوه صح. ف يعني كنت قلقان من الحكم جدا، لكن الحمد لله او من اول 5 دقائق الحكم طمني. الاداء الولاد زي ما اشتغلنا بالظبط، اللي احنا تشتغل على ايه بقى معتين يعني في ماتش زي ده يا كابتن، انا ما لعبتش بالطريقه بتاعتنا اللي احنا واحد تحت ثلاثه، لا لعبنا ثلاثه في نص الملعب واثنين وفيرويد سايد. ساعدني في كده اللعيبه بتلعب درجه اولى زي كريم نيدفيد واحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق، الثلاثه بتوع نص الملعب الحمد لله ادوا على اكمل وجه، لان دول لو ما كانوش عندهم خبرات كان الماتش هيبقى صعب عليا جدا. لانه في فرق لما انا بانزل، ما انا كنت فكرت نلعب بثلاثه ديفندرات بحتين. بس لما قعدت مع نفسي لقيت اللي انا لما اقطع كوره واوصل اللعيبه هتبقى مثلا لو حمدي وطاهر يبقى بعاد جدا، هيبقى وانا معايا الكوره هيبقى ماليش انت لعبت رمضان بيكمل الهجمه ونيدفيد بيكمل الهجمه بالظبط، واكرم ثابت فانا بيبقى وانا معايا الكوره يبقى معايا لو كوره من ناحيه اليمين هيبقى باك وديفندر اثنين من ورا واثنين تحت الفيرود، وفيرود يبقى 5 6 لعيبه يبقى ليا وجود هجومي، وده اللي حصل في الجول الاول والثاني والحمد لله ده اللي حصل بالظبط. وانا معيش الكوره كابتن حازم، اشتغلنا على البلوك اللي احنا هندافع فيه، لو كنت دافعت على طول الملعب كله ما كنتش هقدر. فالحمد لله الولاد ادوا اللي هي البلوك ال 25 متر او 30 متر في كل الملعب، لو من قبل من قدامي وهم 25 30 متر، لو في نص الملعب لو ضغطنا نفس الكلام. والحمد لله ادوا على اكمل وجه، وربنا كرم بتوقيت الاهداف. بالنسبه لي كانت حاجه كويسه جدا ان انا اجيب اول جون في اول ربع ساعه، ده بالنسبه لي حاجه طمنت الولاد وخلتهم يقدم من غير عصبيه. زائد الجون التوقيت الجون الثاني هايل في الدقيقه 43 دخل الاوضه خلاص، زي ما كنا زمان الكابتن جوهري كان بيقول اشتغل او اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني طلع كل اللي عندك، وعندك 15 دقيقه تجيب فيهم نفسك. فالحمد لله توقيت الاهداف ريحني جدا، فاعتقد اللي بين الشوطين اشتغلنا
في المحاضره ما اتكلمتش في الكوره خالص على قد كنت فرحان ما كنت يعني ابتدي اطمن وبس ركزت على الناحيه اللي احنا ان شاء الله زي ما اكننا لسه بادئين يعني اللي احس فيه بسنه حد يلعب لي بقى انت عارف اللعيب المصري لما يضمن يتنطط على الكوره كعب ومش عارف طب دي حاجاتك يا معتمد ما كنت بتعمل فينا كده معلش بس انا الكلام ده وانا مدرب غير يعني كنت انا مسؤول عن نفسي وانا بلعب لكن بره دي موضوع صعب جدا وانت قاعد على الدكه فالحمد لله ربنا كرم بتوقيت الجون الثالث والرابع و انا عايز خطوه بقى كابتن عايز افكرك بحاجه كابتن معتمد معلش الناس بس ذكريات يعني احنا في رومانيا فاكر ماتش رومانيا لما كان كابتن محمد صبري بيلعب معاك سيرد باك عايز اقول لكم حاجه يا جماعه ان مره كده اول ما مسكنا مستر كرول المنتخب الاولمبي فكان يعني الف شويه يعني لعبني ماسك كنت بلعب انا ساعتها احمد راس حربه ولعب كان معتمد كان بيلعب ليبرو بيلعب جنب محمد صبري نجمنا الكبير طبعا اللي هو اللعيب البلاي ميكر لعيبه سيرد باك فصبري مش قادر يتحرك طبعا مش قادر يدافع فكل كره رافع ايده اوف سايد واقف ومعتمد هو قال اللي احنا مشاوي يعني انا مغطي وراه ب 15 متر يعني هو بيلعب وراه بيلعب عليه واحد رقم واحد طيارة كانه مصطفى عبده بتاع زمان فهو طبعا عمل تاكلينج مره والثانيه بقى يرفع لي ايده يرفع ايده اوف سايد ومعتمد عليه مغطي وراه قاعد يلبس لا في مره دخل فينا جون فمعتمد واقف في الشبكه باصص جوه الشبكه متضايق جدا ما لحقتش بيدور وشه كده لقى هجمه ثانيه داخله والكوره جون بعديها بدقيقه صح؟ خسرنا اربعه باين الماتش خسرنا اربعه كان معتمد وانت مدحت مدحت راس حربه كان بيلعب راس حربه ديفندر كان ديفندر في نص الملعب انت عارف بقى مدحت لما بيتحرفن يعني يعني بس احنا سبحان الله بعديها يعني انطلقنا يعني